مساء الخير مباشرة من القناة الثانية دوزام على بركة الله. حصة جديدة مع الرمضاني. شكون مع الرمضاني في هذه الأمسية؟ دخول سياسي بعناوين ورهانات كبيرة، أي دور للفاعل الحزبي في هذه المرحلة؟ أوراش كثيرة من معالجة مخلفات الزلزال إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية إلى تنظيم المونديال إلى تعديل مدونة الأسرة، هذا ما سنناقشه إضافة إلى محاور أخرى طبعا مع محمد أزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. مع رمضاني. محمد أزين، مرحبا بك مع رمضاني. اهلا وسهلا، شكرا على الدعوه ومرحبا بالمشاهدين الكرام. هذه اول مره كنتلاقاو في برنامج وانت امين عام لحزب الحركه الشعبيه. سلام. ما عرفتش واش تبدلت فيك شي حاجه ما قبل الامانه العامه وما بعدها. غادي تبان في الحوار. تبان في الحوار، وبانت لي حتى في الكرافطه، ما درتيش الكرافطه وانت جاي للتلفازه. كنظن انك دابا اصغر امين عام لحزب سياسي في المغرب. صحح لي الا كنت غلط. ما عنديش هذه المعلومه، ولكن اكيد انت متبع يعني شؤون احوال العملاء العامون، اكيد غادي تكون كنظن بانهم على كل حال. قبل ما نمشي لسي محمد أزين من باب الاحاطه علما، وغتشوف معايا الصوره في القصر الملكي بالرباط، جلسه عمل خصصت لقطاع الاسكان والتعمير، حيث تم تقديم الخطوط العارضه لبرنامج جديد للمساعده في مجال السكن. هذا الشيء طبعا كان البارح. تماماً. شنو تعليقك سي محمد أزين؟ تماما. لا هي غير في البدايه، اولا احنا كان نطمئن على صحه صاحب الجلاله وعلى الديناميه ديال صاحب الجلاله، وهذه فقط للرد على ادعاءات بعض المحرطقين. فشفنا سيدنا الله ينصره والله يحفظه كان في الساعات الاولى من الزلزال كيعقد اجتماع، فاش كيعقد اجتماع ماشي فقط لتدبير الازمه وانما لتقديم حلول، وبالتالي فهذا كيبين بان فعلا الملكيه حامله لرؤيه استراتيجيه على مدى قرون، يعني فوق يعني الولايات الحكوميه العابره. طبعا الاجتماع دي الصوره اللي كنشوفوها الاجتماع هي ايضا داخله في الرؤيه ديال سيدنا. انا كنظن سيدنا فاش في البدايه ديال تولي العرش ديال اسلاف الميامين كان وضح واحد الرؤيه كيتحدث على التعليم اللائق، الصحه الجيده، السكن اللائق، وايضا الشغل يعني القار. وكنظن هادشي كيدخل في النظره ديال سيدنا، لان فعلا السكن اللائق كيدخل ايضا في اطار الدوله الاجتماعيه اللي سيدنا ارسل الاسس ديال يعني حتى الاسس ديالها منذ توليه العرش، واللي شفناه ايضا من واحد المجموعه ديال المبادرات، سواء المصالحه، التنميه يعني البشريه من خلال الاندياش، وقف على ذلك. واضح طبعا من باب الاحاطه علما، دائما المملكه المغربيه تدين بشده قصف القوات الاسرائيليه مستشفى مع مدني في قطاع غزه. تعليقك سي أزين؟ فعلا شيء مؤسف، لان كنشوفوا يعني اليوم يعني كنشوفوا مدنيين يعني عزل، وخصوصا في المستشفى انهم كيتعرضوا للقصف. هذا ما يقبلوا لا الضمير العالمي ولا يعني الحس الانساني، هذا غير 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 مقبول. ولو ان يعني حاولوا يبرروا يعني هذا القصف ديال 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 المستشفى يعني انه خطا اللي وقع يعني الحماس الى اخره، ولكن هذا الشيء انا اظن بانه تبرير واهي. طبعا هذا الشيء ما مرفوض جمله وتفصيلا، ما يمكن لنا الا يعني تكون الادانه، لان ايضا حتى الحرب ربما عندها شروط وعندها حدود، ولكن لما تتعدى الحرب الى المدنيين العزل يعني والقصف ديال المستشفيات والناس ماشي فقط عزل بل ناس مرضى مصابين الى اخره، فيعني ما حتى التعبير ربما كيخون. واضح. من باب الاحاطه علما، دائما مقطع فيديو من ملعب ادرار في اكادير البارح في مباراه المغرب وليبيريا، الجمهور المغربي يردد فلسطين فلسطين. Thank you.
تفضل سوزي. طبعا كتبان هنا يعني صوره ايضا كتبين القضيه الفلسطينيه انها كاينه في الوجدان ديال 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 المغاربه، وماشي ماشي اول خطره كنشوفوها في الملاعب. كنشوفوا يعني دائما فلسطين حاضره في واحد المجموعه ديال التظاهرات الرياضيه، ولكن حتى في المونديال يعني حتى في التشجيع ديال الجمهور شفنا ايضا الرايه ديال 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 فلسطين، وهذا طبعا عنده واحد الرمزيه وعنده واحد الدلاله كما قلت في حضور القضيه الفلسطينيه في الوجدان ديال 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 المغاربه، ماشي فقط غير على مستوى الملعب، فايضا شفنا ايضا تظاهرات اللي ضمت في الـ في الـ في الـ يعني في الباري، واحد شفنا المسيره اللي فاقت واحد العدد كانوا وقفات والغريب هو ان هذه المسيره تذكرت في يعني في البرلمان في المجلس الشعبي الجزائري. غادي تقول لي كيفاش انهم فعلا انتم عرفتوا بان المظاهرات تمنعت في الجزائر، وكان سؤال قال لهم نائب برلماني بقى في الحال كنشوف المغرب المطبع وكيسمح الناس ديالو كيخرجوا للتظاهر دعم لفلسطين، وحنا اللي كنحملوا هذه القضيه ما عرفتش كيفاش هما اللي كيحملوا هذه القضيه فعلا. كان 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 المنع ديال يعني ديال الخروج ديالهم يعني للتعبير على التدابل. طبعا هادشي ما كانش يعني ما شفناهش غير فقط غير في المغرب او في بلدان او في عواصم عربيه، بل شفنا ايضا حتى في اوروبا، وشفنا في امريكا. امريكا كاين واحد يعني واحد يعني استطلاع للراي اللي وهذه كنظن اعتقد انه يعني واحد الحدث غير مسبوق، اللي اعطى تقريبا 76% ديال الامريكيين اللي ضد الحرب على الغزاويين، و 72% في الوسط في الاوساط ديال ديال ديال, ديال الجمهوريين. واعتقد بان هذه سابقه، وهي ايضا ورقه ضغط. لماذا؟ لان اليوم خسرفوا بان الاسرائيليين هما اليوم راه في واحد المازق. غتقول لي كيفاش؟ لان اليوم كاين ضغوطات لفتح يعني دوك لي كوريدور هيومان، دوك الممرات الانسانيه اللي تخدم المساعدات والادويه الى اخره. والاسرائيليين اليوم الحكومه الاسرائيليه هي في حرج. كيفاش هي في حرج؟ لان هنا كاين ضغط ديال اليمين المتطرف على نتنياهو. وطبعا هما كيقولوا ان هذا الضغط يعني كيرفض وقف العدوان، كيرفض فتح هذه الممرات، ولو كلف ذلك تصادم مع امريكا. واعتقد ان الزياره ديال بايدن كتجي في هذا السياق، لانه ربما يكون واحد الدعم لنتنياهو باش فعلا يقدر يضغط ايضا على اليمين المتطرف. طيب نخليو الاحاطات علما. الدخول السياسي هذا العام السي أوزين والاجتماعي كيف كيتسمى عاده يبدو انه ما كانش عادي. في العناوين التاليه اعاده الاعمار ديال المناطق المنكوبة بالزلزال، الحماية الاجتماعية، مدونة الأسرة، المونديال وأشياء أخرى. يبدو الإيقاع طالع بزاف والسقف طالع بزاف. سي أوزين أو لا الطباعة ديالي بوحدي هنا؟ لا 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 أنت ما غلطش، لا أكيد أن يعني أوراش عملاقة، أوراش كبيرة كتنتظرنا في هذا الدخول السياسي. دابا حنا اليوم كنتحدثوا على المغرب ما بعد الزلزال. انا كنت قلتها في مناسبه فائته، فات كورونا وقلنا حنا غادي نتغيروا من بعد كورونا، كورونا غادي تغير المغرب. ثبت ان ما تغيرش الكثير، ولكن جاتنا فرصه ثانيه ولو يعني في هذه المحنه، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما عنده حكم في الخلق ديالو. يمكن المغرب ما بعد الزلزال غادي يفيقنا باش كما قلت غير باش توقع واحد الرجات على المستوى يعني الثقافه ديالنا وعلى المستوى الفكر ديالنا باش نقدروا نطوروا العمل ديالنا. دابا هاد الاوراش الكبرى، السؤال المطروح اليوم هل لنا من الاراده؟ هل لنا من الانخراط والتعبئه باش فعلا نمشيو في التنزيل ديال هذا المغرب اللي كيسالنا اليوم واكثر من اي وقت مضى؟ طبعا بهذه الاعتبارات اللي قلتي يعني حنا دابا في اعاده واحد البناء، وعائلة البناء راه مقرون اليوم باوراش اخرى. انت راك ذكرتي يعني واحد العدد منها، ومقرون ايضا بالتنظيم ديال المونديال. فالتنظيم ديال المونديال بغيناه يكون ايضا فرصه باش اولا لتنزيل النموذج التنموي، ثانيا فرصه ماشي باش ننجحوا فقط كاس العالم، ولكن ايضا باش نربحوا كاس الوطن. وهذا هو السؤال اللي كاس الوطن انا غنسولك بطريقه اخرى في الفكره اللي شرتي ليها يمكن باحتشام. سي أوزين، ملي كيكون الايقاع الملكي سريع والسقف الملكي طالع، طبيعي نكونوا محتاجين نخب سياسيه على الخصوص اكيد قادره تسير هذا الايقاع اكيد. واش احزابنا انتم منهم حاليا عندها ما يكفي من السفل باش تمشي مع هذا الايقاع؟ انا غادي نقول لك سي رمضان، ويمكن غادي نفاجئك. اولا وفاجئني، انا بغيتك تفاجئني اليوم. سي أوزين، انا قمت هذه كانت عندي مداخله في البرلمان، ودعيت لواحد النقد ذاتي اليوم. دعيت النقد ذاتي بعيد على اي مزايده، نقد ذاتي لنا كفاعلين سياسيين.
كنقابات كمجتمع مدني. لأن اليوم شنو وقع؟ اليوم احنا في المغرب ما بين ملكية حكيمة وشعب صبور. الوسائط فينا هي؟ الوسائط اليوم يجب أن تقر بالضعف ديالها الوظيفي والبنيوي. اسمح لي هادشي اللي قلتي راه صحيح. أن اليوم الفاعل السياسي خاصو ما يقزمش العمل السياسي ديالو لصفقات سرية للريع للربح الفرص الذاتية، وإنما خاصو يعرف بأنه في خدمة البلاد والعباد. هاد الثقافة وصلنا لها اليوم؟ واش قدرنا نطوروها؟ واش قدرنا نبتوها في يعني في النفوس ديالنا وفي الدم ديالنا؟ هذا هو السؤال ربما اللي كنطرحه اليوم واللي كيخلينا فعلا نقر بهذا الضعف. دابا هذا الضعف دائما كل مره غادي نقولوا احنا الوسائط ضعيفه، ولكن الوسائط كيقولوا السي اوزي الغريب كل شيء كيقولوا كيعترف به. احنا اليوم خصنا ايضا اصلاحات سياسيه في هذا الاتجاه. نعطيك مثال، يمكن هذا دابا مثلا على البرلمان الكثير اللي كيناتوا بانه فقط غرفه للتسجيل. انا غادي نشرح لك، لان اولا فاش كنشوفوا في الهندسه الدستوريه البرلمان هو سلطه ماشي فقط مؤسسه، هو سلطه، والسلطه التشريعيه راه كتجي في الصف الثاني قبل لا احنا كنشوفوا البروتوكول يمكن الحكومه كتجي قبل البرلمان، ولكن الدستور يعني في الهندسه الدستوريه راه البرلمان كسلطه. مع العلم البرلمان المؤسسه التشريعيه ما يقال عنها في هذه المرحله لم يقل سابقا، بمعنى على مستوى انا كنقول لك دابا لا صحيح خصنا نعرفوا بهذا الشيء. ثم ايضا حتى الاجتهاد اللي كيكون يعني نعطيك مثال دابا احنا في الحركه في الفريق الحركي قمنا بواحد العدد كبير يمكن فاق 60 مقترح قانون، ولا مجيب ولا تفاعل. اذا انا فاش كنكون مثلا كنبغي نفرض واحد الايقاع ديال العطاء ديال المردوديه وما كتكونش واحد التجاوب مع يعني لاننا فاش كنشرع فاش كندير واحد المقترح قانون راه ما كنديروش للمزايده، ولكن كنديرو بناء على معطيات، بناء على خصائص، بناء على يعني تظلمات ديال المواطنين في واحد القضيه اللي كتمس حياتهم وكتمس القوت اليومي ديالهم. غير السؤال سي اوزين اسمح لي قطعتك. تفضل. وفي الوقت اللي الفاعل الحزبي كيعترف بانه ما كايناش مسايره للايقاع الملكي، شي كيعرفوا حتى المغاربه كيشوفوا كيقول لك راه خص الملك يتدخل عاد باش كتقاد هذه الحاجه. واش نبقاو نتسناو دائما؟ لا ما نعرفش كنقول لك دابا اليوم خصنا احنا اليوم فاش كتجي الاصلاحات السياسيه اللي كنهضر لك عليها، واللي خصنا فعلا نعطيو لكل مؤسسه الصلاحيات ديالها، واللي خص يكون فيها واحد النوع من الجديه كما جاء في الخطاب ديال سيدنا في ممارسه هذه الصلاحيات. دابا انا كنجي كنقول لك انا الا خديت لك غير عطيتك يعني المثال بالقبه التشريعيه، اسمح لي راه ما كان يعني الاداء ديالنا اولا ضعيف، المساءله ديالنا ضعيفه، التقييم ديال السياسات العموميه ضعيف. اسمح لي هذا واقع، ما عندنا لا يتفي ما يمكنش نخبيوه، لان الا بغينا نزيدوا لقدام خصنا نعترفوا بالهفوات ديالنا ونعترفوا بالنواقص ديالنا باش نقدروا نصلحوها جميع. لان اليوم شنو احنا فاش المشكل اللي عندنا مطروح اليوم شنو هو؟ احنا كندخلوا في المزايدات. احنا كندخلوا في المزايدات وكنساو بان فاش جينا لديك القبه ما جيناش ننتصروا الالوان، ما جيناش ننتصروا لبعض الانتماءات ديالنا الحزبيه الضيقه، وانما جينا ننتصروا للمصلحه ديال المواطن. واش هاد الثقافه واش هاد الثقافه حاضره؟ انا عجبتني هاد المزايدات. انا ما كنتش كاع باغي نسولك في هاد الشيء، ولكن انت جبتي. لا انا كنقول لك سول ملي قلت لك قبيله السفل. انا اللي كيبان لي هو انه الزين اللي جاء امين عام ديال حزب الحركه الشعبيه وهو كيحاول يربي السفل السياسي بطبيعه الحال. يمكن كتريني في الجبل غيكون عندك السفل ديال الجبل، لدرجه كاين اللي كيقول واش هذه هي الحركه الشعبيه؟ واش هذه هو اوزين؟ بمعنى انا غنقل لك ما قاله رئيس الحكومه واحد النهار في جلسه في داكور فهمت. قال فهمت، تحولتي من الشعر الى تهيج المواطنين. لا اولا زعما طلعتي للجبل بزاف. اولا انا ما طلعتش من الجبل، انا جيت منه. لا غير باش نتفاهموا، احنا ما احنا انا كنهضر لك على الثقافه السياسيه اللي بغينا نبنيو وناسسوا لها اليوم. احنا نعتبر في الحركه الشعبيه باننا ماشي نعارض الحكومه وانما نرافع من اجل المواطن والوطن ايضا. انا ما عنديش معك مشكل كشخص، ولكن كنختلف معك في رؤيه. كنتجاذبوا طرف الحديث، كنعطي معطيات مؤشرات ارقام اللي كما كنقول دائما
مجلس التاسع من راسي جي من المؤسسات المعتمدة في يعني الوطنية اللي هي الاتش سي بي اللي هي البنك المغربي اللي هي البنك الدولي ايضا احيانا بعد في بعض الارقام. فاش كنحطوا هذه الارقام كنبغيو يعني واحد التقارع ديال هذه الارقام، التقارع ديال المعطيات باش نعرفوا راسنا. يمكن احنا كنطرحوا اسئله، يعني انا فاش كنطرح سؤال انا ماشي كنطق بالقران حاشا لله، ماشي كلامي مقدس، ولكن تقديرات كانت تقديرات مبنيه على معطيات ومبنيه على مؤشرات ومبنيه على ارقام. انا كنتسنى ان يتم ضحض ذاك الكلام اللي كنقول، ولكن فقط يمكن لسانك صار سليطا اكثر من اللي الناس ولفوه فيه. شوف نقول بهذه القضيه مع العلم، مع العلم في الدخول الحالي اسمع انا جيت ارتبطي مع الحكومه على ما يبدو. احنا باقي يلا قلنا بسم الله يلا حضرنا جلسه واحده علاش دابا ما ولفش كتسنى. اسمع لي اسمع لي تفضل. اولا الدخول الحالي احنا جينا في المغرب ما بعد الزلزال وطبعا القناعه ديالنا ماشي هي المزايده، احنا كنا ونقلتها بان الوقت اليوم هو التضامن، ما يمكنش التضامن والحس التضامني اللي شفنا يعني انصهار ما بين وتلاحم ما بين ملك وشعب، ملك مواطن وشعب ملكي، يعني هذه الملحمه الجديده اللي خلقنا ديال التضامن ما يمكنش نخضعوها للمزايدات. ماشي بلاتي ما يمكنش نخضعوا على المزايدات. حنا في واحد النكبه في واحد الوقت ديال الالم تقصحنا في خوتنا الله يرحمهم الله يوسع عليهم والله يشافي الجرحى، ماشي وقت فاش غادي نتزايدوا. قلنا اليوم حنا غنديروا يد في يد لان حنا مره اخرى ننتصروا للوطن، ننتصروا للمغرب. يمكن في وقت عادي يمكن يكون نقاش يكون تجاذب، ما ليس هناك ما يمنع، ولكن في الظرف اللي كنعيشوا اليوم ديال المغرب ما بعد الزلزال كنظن بان وقت ديال التضامن. طبعا طبعا من بعد ارساء الرؤيه الملكيه غادي الحكومه اليوم وهي مطالبه بالتنزيل، اكيد اكيد غادي تجي الوقت اللي غادي يكون لنا ايضا يعني مساءله. لا لا الى تعاقد الى مش ما غاديش نتعاتق معاهم اكيد. علاش؟ لان الى 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 سهيت على هذا الدور يعني انا كنتنكر الدور ديالي اليوم. ولكن شنو تاويلي لهذا نسميوها الدرافه؟ ما عرفتش تاويل. انت لا تقول لي لا ندير التاويل وانت صحح لي. ربما حيت شاركتوا الطعام مؤخرا شي جلسه وبديتي كتخلي المبنيين يدوز، وهنا اكد لي تلاقيتي مع قيادات في حزب التجمع الوطني للاحرار ام لا؟ بعدها اكد لي. انا غادي نقول لك اولا نشوف نعم ام لا. الله يرضى عليك. كامين عام كامين عام كنتلاقى مع القيادات الحزبيه كلها غير تسمح لي دابا في الاحرار. شوف اولا خصك تعرف واحد القضيه، دابا هنا كنهضر لك مره اخرى، دابا هاد الاسطوانه ديما كنبقاو نكررها وخصوصا معك سير الله غالب هادشي اللي عطى فيا الله. دابا انا كنقول لك راه العلاقه اللي عندي مع رؤساء الاحزاب كلها علاقه جيده. احيانا تمر لا غير كنقول انا راه عندي دور اليوم كنمارسو كنمارس صلاحيه ديالي كنائب. انا فاش كنكون في البرلمان راه ماشي امين عام، راه ماشي الامناء العامين الامون ما كيدخلوش البرلمان بالقبعه ديال كامناء نائب برلماني. نائب برلماني كنمارس صلاحيه ديالي. اذا كنمارس شي انت رضوان صاحبي، ولكن فاش غادي تجي للبرلمان غدا وغادي تكون عندك واحد الحقيبه راه غنسالك، ماشي معنيتها راه ما غنتلاقاوش انا وياك من بعد، نقدروا نتلاقاو ونتعشاو ونتغداو ولكن تما ما غاديش نعقل عليك. انا جايك انا جايك هذا جايك السيد رئيس الحكومه تلاقيتو ماشي خطره ماشي جوج. ماشي بذاك المفهوم الضيق ديال الصفقات السريه، لا احنا ما خدامينش غير اخر مره امتى تلاقيتو السي اوزين وحط لنا الاطار؟ تلاقينا في الصلاه فاش في العيد المولد النبوي الشريف. الله يتقبل. انا كنتكلم على لقاء سياسي. لقاء كنت شفتو ماشي خطره ماشي جوج ماشي اخر خطره، انا ما عقلتش شفتو واحد مرات عديده كنتلاقاو كنهضرو في اشياء اللي كتهم البلاد اللي كتهم التنسيق كاحزاب. ما انتش واحد القضيه راه راه حليف استراتيجي الاحرار خصني نقولها لك. راه حنا كنا تقريبا 40 عام وحنا في حكومات كنشاركوا جميع. انتم في المعارضه دابا؟ لا ماشي عيب، ولكن اليوم الى تفرقنا كانوا واحد الحلفاء جاب شاءت الاقدار انهم تفرقوا. الاهم شنو هو؟ انه كل واحد يمارس الدور ديالو ويمارس المهام ديالو. لا ماشي دابا انا نقول لك بكل صدق بكل صدق انا نقول لك رايي. نقول لك رايي ماشي رايك انا. اسمع لي لا لا هذه ما غنتفاكش معك فيها السي اوزين. افتح عمرك تفكرتي معايا فيها؟ لا لا خصوصا في هذه. واش كان عندك لقاء مع قيادات اخرى في الحركه الشعبيه؟ لا ما كانش. لا ما كانش. لا ما كانش. الاحرار وتكلمتوا على التعديل الحكومي؟ لا ما كانش ابدا. ما كانش هادشي؟ لا ما كانش ابدا. وانا شوف راه كنت قلتها، انا كنقول لك حنا الحكومه اليوم بغيناها تكمل بالتحالف ديالها باش بدات. نقول لك علاش؟ حيت بغيناها تنجح على دراعها وتخفق على دراعها.
بما ان مشينا في هذا الاختيار هذا حنا غادي مازال غادي نعطيوها الوقت. حنا مازال كنراقبوا مازال كنسالوا ولكن غادي نشوفوا في النهايه عاد غادي تكون المحاسبه حنا غادي وماشي حنا اللي غادي نحاسبوا ايضا الشعب اللي غادي يحاسبوا. انا نقول بغيت رايي ممكنش كل الولايه كلها في المعارضه سيؤذي حنا الولايه مابقى فيها والو. حنا في تقريبا غادي نصف الولايه بدا غير باش تفهم الا حسبتي مزيان حنا غادي في نفس الولايه. انا في اعتقادي وفي تقديري المتواضع الحكومه خصها تكمل الولايه ديالها لان كانت واحد المجموعه ديال التعاقدات واحد المجموعه ديال الوعود خصها تمشي تكمل باش نشوفوا فعلا الحصيله النهائيه ديالها وخصها نعطيوها فرصه. راه النقد اللي كنتقدوه ماشي معنيتها الاضعافها راه الا استوعبتي معايا واستعبات صعوبات الحكومه الاشاره راه لتقويتها اللي احنا شنو كنديروا راه ماشي كنقول لهم نتوما خايبين كنقول لهم ما درتوش هذه وانا درتو هذه وصوبوا هذه وهذه اهملتوها وهذه غفلتوها. سي أوزير غنرجع بيك للمواضيع اللي ذكرتني نبدا بالمساله ديال اعاده اعمار المناطق المتضرره بالزلزال. محمد أوزين نوه اكثر من مره بالتدبير اللي كان لمخلفات الكارثه، هذا ما كنظنش شي حد كيختلف لا فيه. اكيد اكيد ولكن حذرتي من الاستغلال السياسي. أوي. وانا هنا داك لونطين ديالي وقف وكنقول اش كيقصد محمد أوزين من الاستغلال أنا أنجوبك. أنا أنجوبك. السياسي في كارثه. انا نجاوبك الحمد لله الحمد لله. دابا كان واحد تسالوا الناس فينا هما السياسيين فينا هما السياسيين ما بانوش في يعني في سؤال مشروع في الزلزال مزيان. احنا كحركه شعبيه صدرنا بلاغ السبت الصباح مع 12 خرج كنقولوا فيه كنمنعوا على الناس ديالنا انهم يتنقلوا للمنطقه ديال الزلزال. علاش؟ علاش؟ لان ما عندهم حتى قيمه مضافه. غادي يزيدوا يتقلوا الطريق غادي يزيدوا يتقلوا يعرقلوا العمليات ديال الانقاذ في واحد الوقت اللي الامور كانت مضغوطه وما كاين حتى شي قيمه مضافه. خلقنا خليه ازمه محليه. المنتخبين المحليين هما اللي قلنا لهم غادي تخرجوا. الناس اللي بعاد قلنا لهم بغيتوا تعاونوا كاين مجموعه ديال الطرق باش نعاونوا. صيفطوا اللي غادي تعاونوا خوتكم، صيفطوا الكواش، صيفطوا المؤونه، صيفطوا الدواء اللي عنده شي حاجه وبغى شي صدقه في سبيل الله. هذه هي خوتو دابا اليوم محتاجينه اليوم انه يعاونوا. ولكن الاستغلال السياسي انا جايك مرحبا الاستغلال السياسوي هو تصور وهذا انا كان وهذا الحمد لله انا هنا كنوه بجميع الاحزاب الاحزاب خذت نفس القرار. خرجوا المحليين تصور كل خرج البرلمان كله نزل تما كاين راه خصك تعرف السير دوان كنظن كتعرف هذا الشيء. راه الطريق كاين الجبل ساخ نزل كامل الطريق ما بقاتش باينه. الا مشينا غير حنايا كبرلمانيين تمايا واحد 300 ولا 200 واحد واقيلا غادي يوحلوا معنا اكثر من غادي الوغ في الوقت اللي خاصهم يشوفوا يكونوا مع الناس اللي تحت الانقاض. فقلنا حنا ما يمشي حتى واحد واتفقنا ما يمشي حتى شي واحد باش ما يكونش الركوب السياسوي. هذا هو اللي عندنا. والسي أوزين ما دارش الركوب السياسوي اللي مشى من بعد مزيان المناطق كنشكرك على المناطق المتضرره. قلنا مشيت اسبوعين قبل من بعد علاش؟ لان كاين الناس مناضلين ديالنا اللي فقدوا. مشيت انا عزيت مناضل اللي فقد الاخت ديالو وابنه الاخت ديالو الله يرحمه ويسلم. مشيت لعندو اديت الواجب ديال العزاء ومشينا عزينا الاخوان ديالنا لان عندنا مناضلين في شيشاوا عندنا مناضلين في فوريكا عندنا مناضلين في الحوز اللي انا كنقول لك اللي فقدوا يعني من الاقرباء ديالهم. اذا كان ضروري نمشيو نقدموا واجب العزاء ولكن اسبوعين قبل حتى يعني تفضلت حتى واحد الوقت بدينا كنقولوا اسبوعين من بعد اسبوعين من بعد بدينا كنقولوا بان الاعانات راه خصها توقف للاعتبارات والظروف اللي كيعرفها الجميع. اي ما كان لا استغلال لا والله يشهد مع العلم جد المغاربه قال لك زيد السياسيين الله يهديهم كيعرفونا في وقت الانتخابات عندهم الحق عندهم الحق ياك معلوم الله يهدي الهضره عليكم السي أوزين ماشي عليا عندهم الحق السياسيين كيعرفوهم في الانتخابات. لا انا ما تقدرش تقول انا ابن الجبل وكنطلع الناس ديال الجبل ومعاهم في اتصال وكنشوف المشاكل ديالهم وكنصنت لهم يمكن ما كنحلش المشاكل كامله ولكن كيعرفوني بانني قريب ليهم وفي اي مشكل كاين انا حاضر والزيارات ديالي منتظمه ليهم ما كيشوفونيش من انتخاب لانتخاب. ولكن واخا سي أوزين دابا قدر الله وما شاء فعل وقع الزلزال الحمد لله الدوله تحركات اعاده الاعمار خدامه ولكن ما خصناش نتعلموا الدرس ما خصناش نتحاسبوا دوك الناس سنوات صحيح انا غنقول لك انا غنقول مازالين المغاربه في ذاك الوضع غادي نقول لك انا غادي خصوصين شوف هادشي دابا اللي قال لك لا ينبئ كمثل خابرين عنها. انت كتهضر على ذوك الناس في الوضع انا شنو كنقول لكم الصباح؟ كنقول لك انا ابن الجبل انا ادرى دابا وليت ولد الربع اسمع
لا لا شوف انا ربطها كنعس فيها انا كنعتبر الضغط واعر انا الجذور ديالي كاينه لهنا حنا كنعتبر الحركه الشبابيه ان كنجيو من القريه للمدينه لخدمه القريه باش تسطل عليها مزيان. انا ابن الجبل وكنعرف الاكراهات اللي كاينه في الجبل كنعرف الخصائص اللي كاين في الجبل وكنا قلنا شحال هذه دائما واحد الكلام كنت كنقولو كنكررو وربما ما غاديش ماشي غناكد عليه بالشكل الكافي. اليوم القريه فعلا وصلتها الطريق وصلها الخيرات من كروش ما نقولوش دارت مجهودات كبيره ولكن حدا القريه كاين واحد المجال اخر سميتو الجبل محسوب على القريه وما مديرش فيه بزاف وهذا وضع كنعيشو انا. الى جيت مثلا عندي الجماعه ديالي وادي في المركز غادي تلقى مستشفى صغير غادي تلقى مدرسه غادي تلقى دار الصانع غادي تلقى بلعب الكره غادي تلقى الضوء غادي تلقى الماء واخا الماء هذه ما تبدا كيقل عندنا الله يرحمنا الله يرحمنا جميع. ولكن في الجبل الى مشيت عندي واحد كنت على الجبل كتلقى فعلا كاين 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 اذا خصنا مجهود بلاتي ماشي حنا كنا في الحركه الشعبيه كنقولوا خاصنا مشروع مارشال مشروع مارشال للنهوض بالعالم القروي والجبلي. ان اليوم حنا هادشي دابا اللي كنهضروا عليه مزيان دائما كنقولوها مغرب تراموي مغرب تي جي في المتوسط الميناء المتوسطي لا هادشي كله هادو انجازات حنا فخورين بها ولكن هنا فاش كنطلع للجبل راني كنقولها راه دوك الناس ما كيحسوش بالثمرات او الثمار ديال هاد المشاريع الكبرى على الحياه ديالهم. انت كيشوفوا كتمشي بالتي جي في ب 300 في الساعه وهو مازال كيمشي على دابه باش يجيب الماء. هذا هو المغرب متفاوت السرعات هادو الفيتاس اللي ما بغيناش اليوم وهذا لذلك حنا في حركه شبيهه على الجبل عندنا مرجعيه وتقدمنا بقانون الجبل هذه 30 عام هو في الرفوف راني قلتها في مناسبات عده وهو في الرفوف وتقدمنا به هذه الايامات عاتاني وتكلمتوا على وزاره خاصه وتكلمنا على وزاره خاصه وحطينا ما كاينش تفاعل. انت تقول لي الوسائط الضعف ديالها ها واحد من الضعف ديال الوسائط فاش كتكون هنا جاي ما كايناش اراده ما كايناش التنموي التقرير الختامي ديالو شي المغاربه شي المغاربه هذا الشيء المغاربه واعرين في التشخيص شي تشخيص دياغنوستيك حنا ما يقدرنا حتى شي واحد. الضعف ديالنا في التنزيل ما شنو كيوقع لنا في الطريق وهذا هو اللي كيخلع عليه اليوم حتى في هذه الاداره الاعمار راه الرؤيه ديال سيدنا راه يعني مذهله رائعه ولكن التخوف اللي عندي عاوتاني هو في التنزيل. حنا شفنا سيدنا الباح في البرنامج في الصوره اللي بينتي سيدنا قام بواحد المجهود ما عمرو دار في المغرب راه الدعم ديال السكن بحدود 30% غير مسبوقه وهذا ايضا عاوتاني كيدخل في اطار الدوله الاجتماعيه اللي اساسيه اللي الورش الحمايه الاجتماعيه والافتتاح ديال الدوره التشريعيه طبعا طبعا قرار ملكي بتوسيع لائحه المستفيدين الله يعطيك الصحه. طبعا دابا هذا الشيء دابا احنا دابا كنوسعوا لائحه المستفيدين غدا فاش غادي نجيو للبناء راه خصنا شويه ديال الحكامه عاوتاني ماشي غير نمشيو للبناء عاوتاني نرجعوا للعشوائي حيت دابا حنا المشكل ان الذاكره قصيره كدوز للازمه كنتعبؤوا كتمشي الازمه كنبردوا والنتيجه عاوتاني كترجع للازمه وكنبقاو في واحد يعني في واحد الدوامه مستمره معلوم النخب نتوما مسؤوليتكم هذا انا كنقول لك المسؤوليه ولكن شوف المسؤوليه ديالي وديالك ما كافياش وديال الاخر ما كافياش خاصها تكون اراده سياسيه مقتقسه من الجميع من ذاك المواطن العادي حتى لرئيس الحكومه ولكن الا ما كانش هذه الاراده السياسيه يعني قائمه وبقناعه لان دابا اليوم شوف دابا كنغلطوا راه فاش كنهضروا على القريه مثلا نجبتي الموضوع فاش كنهضروا على القريه ماشي ضد المدينه راه المشاكل ديال المدينه راه النص ديالها جايه من القريه هذاك السكن الغير لائق اللي كاين في المدينه راه جاي من القريه هذاك الاجرام هذاك اللي ما لقى ما ياكل ما يقدرش راه كيهبط للمدينه وقس على ذلك. فاليوم كنشوفوا بان للحفاظ على التوازن وعلى الاستقرار اقول الاستقرار ديال المدينه خاصنا نرجعوا نشوفوا القريه باش نقدروا نخليو دوك الناس نشبتوهم بالارض ديالهم ويحسوا بالكرامه. اليوم راه كنعيشوا في الثوره الرقميه اسمع لي الثوره الرقميه حتى داك اللي في الجبل راه حتى هو عنده الكونيكسيون ما عندوش طريق وكونيكتي تماما لا هو مدي كونيكتي في الطريق ولكن عنده الكونيكسيون في التليفون ولكن في الهاتف الذكي ديالو شنو كيشوف؟ كيشوف نماذج استهلاك عاليه كيشوف عباد الله دايجين في التي جي في دايجين في التراموي كيصوروا الماكله ديالهم هذه الافه اللي تبلينا بها اللي حتى شي حاجه خاصو يصورها وهذا الشيء كتخلق واحد النوع ديال الاحباط عند واحد الناس اللي عندهم ما نقولش انه يستمر ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش انه الدعم المباشر للاسر بالشكل اللي اعلن عليه جلاله الملك في الافتتاح ديال الدوره التشريعيه غادي يساهم في الاستقرار سواء لا في البادية ولا حتى في المدينة في أتلاش كثيرة لا أكيد أكيد الدعم المباشر فعلا هي رؤية ملكية إن شاء الله غادي تساهم في الاستقرار مرة أخرى. دابا سيدنا كيعطي التوجه الإشكال كيبقى في التنزيل. اليوم دابا فاش كنهضروا على الحماية الاجتماعية
اولا بالسوق كنشوفوا كنشوفوا الاسر المعوزه هي المستهدفه. السؤال اللي خصنا نجاوبنا عليه الحكومه اليوم شنو هو؟ هو اولا وهل لها رؤيه في ضمان استمراريه التمويل؟ استمراريه التمويل. التمويل هذا السؤال الاول. هذا السؤال كنربطوه بسؤال ثاني، الى مشينا لهذا الاستهداف المباشر ديال المعوزين، ما مآل صندوق المقاصه؟ اتفقنا هذاك صندوق المقاصه واش غادي نحيدو ديك الساعه؟ الى حيدناه اش غندير مع واحد الطبقه متوسطه اللي غادي تخلص البوطه بالثمن ديالها وتخلص السكر بالثمن ديالو غادي تخلص؟ هذا كيحيلنا على سؤال ثالث، شنو هي معايير الفقر في المغرب اليوم؟ مازال ما جاوبناش عليها. وانا عندي سؤال اخر، عندنا ما يكفي من الوسائل لنضمن تكافؤ الفرص، على جاي لنضمن الاستحقاق. فوالا انا هنا هذا سمينا احنا بالانصاف والعداله الاجتماعيه. داكور، لان اليوم عندنا طبقه متوسطه خصنا نحافظوا عليها، هي صمام الامان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. الى حيدنا صندوق المقاصه خصني ندير انايا دراسه باش نشوف ديك الطبقه المتوسطه شنو هما لي ريبيركسيون، شنو هو الانعكاس ديال هذاك الدعم على ديك الطبقه. هذا سؤال. ثم اليوم منظومه الاجور كيفاش غادي نعالجوها بارتباط بحال هادشي؟ لان الى حيدنا هذه خصنا نعاودوا هذه. لذلك انا كنقول لك دابا هادشي راه جميل، هذا كنقول لك الاراده، ولكن اليوم راه ما عندناش رؤيه متكامله باش فعلا على التنزيل السليم اللي فعلا كياخذ هاد النقاط اللي قلت لك عليها. واضح، واخا ما بقاش لينا الوقت بزاف، ولكن لابد نسالك السي محمد تفضل، كحركه شعبيه عندكم ما يكفي من الجراه فيما يتعلق بتعديل مدونه الاسره ام غادي نجنب الحيط؟ خايفين؟ ما تطولش انا نجاوب. انت ما تطورش الله يرحم الوالدين. لا خصني نطول دابا كتجبد لي المدونه وكتقول لي قطعوا لنا المتعاسر. لا لا لا، اولا سيدنا تحدد الاطار ديال كل متدخل، وحنا كنشكر سيدنا على المنهجيه اللي دارت. احنا كسياسيين معنيين بالمدونه في البرلمان. كما قلت حسب المنهجيه اللي تحطات، يعني كاين لجنه اللي غادي تقوم بالتشاور مع الاحزاب الى اخره. دابا اسمعني مزيان، فاش احنا اليوم ما بغيناش نمشيو في الاستفزاز والاستفزاز المضاد. احنا اليوم ما كنشرعوش للمدونه ضدا في الرجل، حيت هذا الانطباع بدا كيخرج. لان فاش احنا كنهضروا على بدا كيخرج ولا بدا كيتخلق من طرف ناس اخرين، سميه اللي بغيتي. اليوم حنايا بغينا ننتصروا النواة المجتمع اللي هي الأسرة، اللي هي الطفل واللي هي المرأة واللي هي الرجل، لأن المصلحة ديال الطفل راه مصلحة الرجل، المصلحة ديال ديك المصلحة ديال الرجل أيضا في ديك المرأة اللي غادي تحضن وغادي تربي ذاك الطفل. إذن هادشي مترابط. اليوم بغينا ننتصروا الأسرة المغربية. طبعا الانتصار بغيناه يكون كما توافقنا في المدونة في 2000، كان نقاش وكان الاحتكام للحكمة ديال صاحب الجلالة كأمير المؤمنين والأمور مشات. إذا اليوم شنو بغينا؟ طبعا بغينا ما نعتبروش المرجعية الإسلامية أو نختزلوها في القوانين فقط، لأن المغزى هو يعني التكريم ديال بنو آدم، ديال الرجل وديال المرأة على حد سواء. وأنا جاي وزين، لكن اللي كيخرج وكيدير خطوط حمراء. شنو هو السؤال؟ أنا جايك. يلا واش دابا أنت ما طرحتيش السؤال، أنت طرحتيني كنعطيك الإطار. أنا كنطرح السؤال. أعطيني السؤال، شنو هو السؤال؟ السؤال هو كاين أطراف سياسية اللي استبقت الامور ودارت خطوط حمراء، ما تقيسوش هذه ما تقيسوش هذه. شوف فاش ما نقيسوش مثلا؟ جيب الكلام على الارث. لا بلاتي نذكروا. وخا ما عنده علاقه. لا نذكروا بلاتي، اولا شكون اللي قال لك حنا كنقيسوا في العلاقات الرضائيه؟ انا نشرح لك دابا ناخذوا معركه ايديولوجيه بغينا نقول لك لا هي دابا شوف شي المعركه اللي كاين اليوم كما قلتي كاين الاصطفاف الايديولوجي والاجتهاد. دابا شنو بغينا؟ دابا فاش هضرنا على الارث مزيان، دابا النقاش اللي كاين في الارث شنو هو؟ النقاش ما بين جوج ديال الايات. اللي كتفيد التعصيب والوصاية. هنا فين كاين الإشكال. الآية في سورة البقرة بعد أدب المشيط الرجيم. إلا نسيتي الآية ماشي مشكل، مغزاها معروف. إذا جاء أحدكم الموت.
مشات لي الايات دابا وقفت هذه الايه ماشي مشكل الهدف وقفت عندك تلفتي لي ايه الايه ديال انها فعلا الوصيه جات في القران في نص القراني النقاش اللي كاين هو ان في الحديث كاين حديث كيقول لا وصيه لوارث هذا الحديث فيه نقاش ما بين جوج ديال الاطراف طرف كيقول لك بانه باستنادا على 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 الترمذي وعلى ابن ماجه وعلى النسائي كيقولوا بانه حديث صحيح نص الاخر كيقول لك عاوتاني لا الى جينا عند البخاري كيقول بانه حديث ضعيف ولكن النقاش بغض النظر على الحديث واش صحيح او ضعيف واش يمكن نسخوا حديث بكلام الله على كلام الله لان خرجوا بلاص اخرين يديروا تاويل انا جاك انا جاك انا جاك ما يمكنش نسبقوا لان هذا كلام ديال 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 المخلوق ولو انه سيد الخلق ولكن هذا كلام الله مزيان كيجيو كيعطوا الايه الاخرى ديال لي الذكري مثل حظي الانثى كيقولوا هذه الايه هذه بحال كتلغي هذه ها النقاش دابا اللي كاين اليوم كاين نص قراني وكاين نص قراني كاين واحد الطرف كيقول لك حنا الوصيه جات في القران علاش ما نديروش الوصيه ونحلوا واحد النص المشكل ديال التعصيب وكاين اللي كيقول لك لا الايه الثانيه ديال كيفاش كيفاش غنحلوا لا لكن لا بلاتي دابا حنا نقاش مجتمعي بالنظر على حنا الدور ديالنا كسياسيين حنا كننبهوا الخلل والنواقص اللي كتقيس واحد الظواهر الاجتماعيه مزيان ولكن هذا الشيء كنحلوا لصحاب الاختصاص اليوم كاين اللجنه اللي فيها فقهاء كاين فيها مختصين هما اللي غادي يحلوا لنا هذا الشيء باش نحسموا هذا النقاش هذا ما فيه لا خط احمر بحال هذا ولا خط ازرق لكن حتى خط احمر سي اوزين كنتي وزير ديال الشباب والرياضه وعندك علاقه بالرياضه وكتعرف البنيه التحتيه المونديال في الانتظار 2030 واخا كتبان لنا 7 سنين ولكن راه 7 سنين غمض عيني كتمشي كيفاش خاص يكون التدبير ديال الاستعداد لاحتضان هذه المناسبه وباش نزيد ندمج سؤال اخر كيفاش نخليو كل مغربي كيشعر بانه استفاد من احتضان المغرب للمونديال ماشي كيشوفوا غير في التلفازه ولا جبتك على واحد على الشق الاول ديال هذا السؤال عاود جاوب لا اكيد ان نقول بانها هي فرصه المونديال هو فرصه ما بغيناش نختزلوها فقط في كاس العالم ولكن بغيناها تكون فرصه للتنمويه للبلاد فاش كنقولوا الكاس العالم حنا في الحركه الشعبيه كنربطوه بالنموذج التنموي اذا اليوم واكثر من اي وقت مضى خصنا ننزلوا النموذج التنموي الجديد هذا النموذج التنموي الجديد كيقيس واحد المجموعه ديال ديال ديال, ديال المرافق اللي فعلا غادي تعطي البنيه التحتيه وسيدنا راه كنظن سيدنا راه مشى ما كنظنش التوقيت ديال 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 القرارات اللي خداها سيدنا في الدعم ديال السكن وفي الدعم ديال ديال, ديال الاسر اللي جا في الخطاب الى اخره ماشي صدفه او اعتباطي ولكن التوقيت ديالو ايضا محسوب وكنظن انه جاي في هذا الاطار دابا خاصنا السفل اللي قلت انت باش ندفعوا هاد التوجه لان فعلا بغينا المغرب اللي غادي يكون قبل المونديال وهذا هو التحدي واش فعلا غادي نخرجوا بمغرب ما بعد المونديال هذاك المغرب اللي كان طمحوا ليه جميع اللي فعلا ما كاين مغرب متساوي الحظوظ وكتساوى فيه الفرص واللي المدينه بحال القريه واللي الجبل ما يحسش براسو بانه منسي الناس منسين وراء الجبال ومحاصرين بالثلوج لا حتى هما عندهم مكانه وعندهم محفوظه لهم الكرامه ديالهم بعض العناصر للتعليق عليها ما يمكنش ما نسولكش السي اوزين كل شيء راضي عليك داخل الحركه الشعبيه شوف باش رضا الناس غايه لا تدرك ولكن رضا الله غايه احق بان تدرك جاوبتيني دابا انا نقول لك علاش شي واحد ينقل عليك السي اوزين كيقول لك بانه لسانك غيخرج على الحزب انا درجت كاع بلغه الجبل علاش لانه كتجبد عليهم الصداع ودابا شوف شحال من ملف ديال الناس الحركه الشعبيه امام القضاء علاش غير هما شحال اجي نحسبوا الاحزاب الاخرين شحال اللي نقدر نعطيك رقم وصلنا اكثر من 60 رئيس اللي تعزل واللي امام القضاء شحال النصيب ديال الحركه الشعبيه في هذا اسمح لي اليوم شوف انا كنعتبر هذا الشيء انا ما سمعتوش في الحركه الشعبيه بكل صدق الا كيتداول برا انا كنت قال لي غادي نجاوب عليه لان نطرح لك انا سؤال شنو كنقولوا حنايا اش كنقول
شنو كنقولوا باش يعني باش التأويل ديال الناس اللي معاك راه ماشي ديال والله لا علاقه لا انا غادي نشوف غادي نشوفوا الاحزاب انا كنعطيك نعطيك نعطيك لائحه ديال الاحزاب حنا الحمد لله شوف دخلنا لواحد الحكمه الجيده هذه المسائل ما كتهمش الحزب وانما كتهم واحد التدبير محلي ونقول لك واحد القضيه حنا متضامنين مع الاخوان ديالنا حنا عندنا واحد مجموعه قليله زعما بنظر لهاد 50 واحد عندنا واحد مجموعه قليله كتجمع المجموع ديال الاحزاب كلها كتبغي تقول واك واك الحق فين غاديين اي راس قلتي خصنا كراطه ديال الفساد اي دابا انت واش بالكراطه صح لا انت قلتيها قلتي خصنا كراطه ضد الفساد اكيد 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 شوف احنا متضامنين مع الناس ديالنا اللي حد لان احنا كان عندهم القرينه ديال البراءه كاين متضامنين معهم ومتشبتين بهم ولكن عندنا ايضا يعني الثقه في القضاء ديالنا تيقول الكلمه ديالو ديك الساعه غادي يكون راي ولكن اليوم اللي دخلنا في واحد النفس اللي كيقيس واحد اللي كيقيس المجتمع كله احنا ما شفناش غير غير غير, غير يعني مسؤولين حزبيين راه شفنا قضاه شفنا محامون شفنا واحد المسؤولين الكبار ديال يعني في مناصب كبرى اللي كنشفناهم طبعا حتى هما موضوع مساءله يمكن دخلنا في واحد العهد ديال الشفافيه واحد العهد ديال يعني فاش كيكون واحد السياسي راه مواطن واش يعني هو السياسي واش عنده شي درجه اخرى اكثر من المواطن الذي لا يعتبر بان الحزب ديالو مستهدف من خلال المتابعه الا كنا مستهدف هذا شرف ولا ندعيه الا كنا كنرافعوا من اجل المغاربه وغادي نستهدفوا فهذا شرف لا ندعيه هذا الشيء ما كاينش شي طيب نمشيو نشوفوا ما على الشاشه ونبداو بواحد المقطع فيديو محمد أوزين كيسير جلسة عامة في مجلس النواب بطريقته شكرا لا أرجوكم هذا الموضوع هضرنا فيه شحال هذه السيدة الوزيرة كتجاوب جواب لا تصفيق لا ما كتغيروا والو ما كيغيروا والو تصفيق شتي كلام السيدة الوزيرة أعلى من التصفيق ديالكم صافي هذا غير كلام خاوي وغنبقاو نعاودوا ما لا يستقيم لا يستقيم لا يستقيم لا يستقيم كنهضر على الجلسه كنهضر على الجلسه وعلاش واقف علاش كندير اما كسي اوزين دابا نتوما حنا الله يهدينا نتوما دابا كتشوفوا لا ريجي كتشد غير الرئيس خاصكم تشوفوا شنو واقع لتحت راه واحد كيقول لك هبط اش كدير تما لا بصح هبط اش كدير تما هنينا لا هذا نقول على المستوى الثقافة السياسية واش حنا دابا في جلسة دستورية بالله عليك واخا دابا حنا كنصفقوا على الإنجاز ما كنصفقوش على إعلان النوايا حنا ماشي ضد التصفيق ولكن أجي نهار واش حنا عاد قلنا بسم الله ما قيمة حق لا حتى شي حاجة وغادي نبقاو غير التصفيق قلنا المودي هذه المسألة ديال التصفيق خليوها فاش يكون شي إنجاز ويكون شي مردود وتكون أجي نوضوا نصفقوا كاملين ولكن دابا حنا باقي يلاه قلت لي الناس كتغوت الاسعار في الزنقه وحنايا في التصفيق انا كنشوف هذا التصفيق علاش انا ضده لان كنشوف مستفز للمواطنين لان داك المواطن اللي كيتسنى شي حاجه اللي غادي تقيس الجيب ديالو اللي غادي تحمي الجيب ديالو القدره الشرائيه ديالو كيشوفها غايبه وكيشوفنا كنصفقوا بحال حنا في ماتش ديال الكره اسمح لي انا غير مقبول ماشي طريقتك في التسيير بعد ما كتكون مستفز للنواب لا انا نقول لك واحد القضيه شوف انا شي شويه صارم في التسيير ديال الجلسه ولا رديتي البال انا شوف دائما الاحترام والتقدير للنواب ولكن ما كنقبلش الخروج على اللياقه فاش كنخرج على القبر فاش كيكون الخروج على اللياقه طبعا كنكون شي شويه كيسدف ديال الوضع لان ما كنبغيوش الجلسه الدستوريه حنا خصنا نعطيو نموذج للمغاربه في الهدوء ولكن صعب جدا انك تكون هادئ يعني لان كنقول لك انت ما كتشوفش كل شيء راه كتشوف جميع الطرق ديال 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 الاحتجاج ماشي ديال الاحتجاج ديال الاستفزاز الاستفزاز الالترات صافي على كل حال تحيه للالترات من هذا المنبر طيب نشوفوا عنوان مقال أوزين هذه عجبتني انا فتوه الحومه الذي كانت العائلات تحذر ابنائها من مرافقته كله كان فيك واش خبرك هذا ما قريتوش انا هذا علاش هذا مقال حي اليوسفيه في الرباط لا هذاك على المقال جدو عليك انت غتكون بوليسي والمدام الله يذكرها بالخير هي اللي بعدتك من البوليس شداتك هي الله يكثر خيرها شداتك هي والله الا بكل صدق انا ما عرفتش أوزين ما عرفتش نبغي عليه بعدا فتوات الحومه تقبيح زعما وصحيح وكتخرج فيهم طول وعرض العائلات كما يقولوا ما تخشاوش مع هذاك وانا اللي فتوه هي في الحقيقه شوف كنت قبيح ما كنتش قبيح غير طبعا شوف في واحد الوقت ديال المراهقه ربما هادشي ما عرفتش يمكن قلته في شي حوار ولا في شي ما عقلتش على كل الباقه اللي شفتوش ما كيهمش باش نرجع لك لهذه فعلا اللي كانوا الناس ديال الحومه كيقولوا ما تمشيوش معاه
هاك تمشوش ما علاش علاش لان انا كنت متفوق في الدراسه قرايو وكنا كنلعبوا كره لا برك عرفتي دابا شي راه من زنا كتكون الحومه كنلعبوا كره كيف انا دائما معاهم في الكره دائما معاهم في الخروج دائما ولكن في الدراسه كنت دائما متفوق اذا هذا كان عرفتي العقليه ديال الاباء ديك الساعه وهو كيقرا انت وما كتقراش كيضحك عليكم كيراك عرفتي ديك الافكار دوز لكم الوقت ربما كتجيش هاد السيه هادشي علاش كنفوتوات ما تكونش فوتوات الحكومه زيد شي كاف سما في الحومه طيب نختموا بصوره الصورة محمد حردان الله يرحمه حردان الله يرحمه ويسع عليه وشوف هذا كما كنسيه رمز وطني هذا من صناع السي حردان الله يرحمه من صناع تاريخ المغرب الحديث وانا بغيت نغتنمها فرصة باش نشكرك على البرنامج اللي درتي مع السي العنصر السي العنصر علاش انك مشيتي للذاكرة ديالو وانا نقول لك علاش جبت هذا الموضوع وحيت وانت كتنبش في الذاكرة ديال السي العنصر قربتينا بزاف ديال الاشياء اللي ما كنعرفوهاش حنايا وحنا قراب ليه فالسحر ايضا كتب واحد الذاكره كتبوا عنده في واحد ثلاثه ديال الاجزاء ولكن مكتوبه بالفرنسيه وكيهضر على 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 تاريخ المغرب الحديث وطبعا تاريخ المغرب الحديث من التجربه ديالو من الاستقلال حتى 1999 حتى وفاه المرحوم الحسن الثاني هضر على هذه التجربه هذه في ثلاثه ديال الاجزاء وغادي انا واقف باش غادي نتم الترجمه نتكلفوا بالترجمه ديال هاد باش تكون فرصه للمغاربه انهم يطلعوا على هاد على هاد الذاكره ديال السي حمد الله يرحمه ويسع عليه السي حمد كيقول لك اللي كيصنع التاريخ ما كيكتبوش اللي كيصنع التاريخ ما كيكتبوش ولكن هذوك اللي كيكتبوه ما كيصنعوش كيسمعوا عليه شكرا لك سي محمد اوزين الامين العام لحزب الحركه الشعبيه طبعا ما ننساش نشكر الزميلين رضا بن جلون وجامع قول حسن نشكر الفريق التقني اللي رافقنا في هذه الحلقه شكرا مشاهدينا على المتابعه اخر دعوانا كيف العاده الله يخلينا في صباغتنا والسلام عليكم